12 ظهرا بتوقيت القاهرة، 10 صباحا بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي كاملا. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. كما يستمر التصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء، وحددت يوم 13 من شهر ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. كما أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأدلى بصوته بلجنة سيزان نبراوي بالتجمع الخامس. كما تجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10، 11، و12 من شهر ديسمبر الجاري. عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عبر الفيديو كونفرنس سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان في مختلف المحافظات. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليس حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة. ودعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر. كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوا من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية. أشاد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي بسير العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بمواعيد فتح اللجان أو الإقبال أو التوقيتات الخاصة بتصويت كل ناخب. جاء ذلك خلال زيارة للجنة المدرسة البريطانية برحاب لمتابعة انتخابات الرئاسة لعام 2024. يتوافد المواطنون على مراكز الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من عام 2024، ذلك وسط انتظام الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان لتسهيل عمليات الاقتراع. ويتنافس على الاستحقاق الرئاسي 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حزم عمر ورمزه السلم. ويبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية 9376 مقرا انتخابيا، بها 11631 لجنة فرعية.
هذا وشهدت لجان منطقة الدوق بمحافظة الجيزة توافد الناخبين في اليوم الأول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري. وضربت السيدات مثالا رائعا في الالتزام والحرص على التصويت، إذ تصدرت النساء المشهد الانتخابي والصفت قبل فتح اللجان بساعتين على الأقل. شهدت لجان محافظة الأسكندرية إقبالا من المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيد أسماءهم بالجداول الانتخابية بالأسكندرية 4,300,000 ناخب، بينما يبلغ عدد اللجان والمقرات الانتخابية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. وفي محافظة القليوبية شهدت اللجان توافد عدد كبير من المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن يستمر التصويت فيها اليوم حتى 9 مساء. وفي الفيوم حرص الناخبون على التوافد للإدلاء بأصواتهم، حيث تم تجهيز 283 مقرا انتخابيا و 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين. كما تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات لتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمليات الانتخابية. احتشد العديد من الناخبين باللجان الانتخابية في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني الذي قررته الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10، 11، و12 من شهر ديسمبر الجاري، كما حددت يوم 13 من شهر ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. نهاية موجز الأخبار، شكرا جزيلا لكم.